هيريرا نمريا ماتيتش بول بوجبا وثلاثي الهجوم ودافيد لويز هذا الكرة في الركنية وبداية بركانية للفرقة المانشستراوية في ملعب تعدي لوك شاو تصدي دفاعي أول وثاني عالدائر لوكاكو أمام فريقه السابق تشيلسي مع إخوان ماتا يوزع والتدخل الدفاع كرة مع ماتا وإمكانية ماتيتش كرة في دار الدفاع وبالرأس من لويس دافيد لويس والتصدي على مرتين روميرو يستنجد بخبرة السنين الطويلة حارس المنتخب مازيتش القادم من الريال مدريد هنالك مخالفة والحكم يخلي مبدأ إتاحة الفرصة ترجع الكرة تشيلسي يحاول المرور للسرعة القصوى تعدي الكرة وتسويب رائعة من إيدن هازار منظومة لندنية بركانية كبيرة في هذه الأوقات وماذا يحضر لأندر هيريرا التسويب التسويب من أندر هيريرا وتألق واضح لمواطن الإسباني بكرة ممتازة كونسلو إيكواين بعد إيدن هازار فرصة كبيرة للتانجو الأرجنتيني تيلي أسبيليكويتا وهذا هو الهجوم لفريق تشيلسي يوزع وحده وحده الأرجنتيني كان وحده غونزالو إيكواين في فرصة كبيرة بعد راشفورد التسويب على طول للحارس كيبا للحارس كيبا دي امتيازات بامتياز امام اندر هيريرا ويفتح لماركوس الونسو صعبه هذه يرجع املا البلجيكي يوزع اي 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 روميرو بامتياز للامانه اللي هو في مستوى فريق من قيمه التحذير والتغطية الدفاعية مازار هجوم خطير للبلوس البلوس البلوس وما تعديش كرة لأحد الإنجليزي في استاد وامبلي بحضور 87 روديغير وكرة بالراس يعديها بوجبا 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 اللي يوزع في القابض فيها جول فيها جول فيها جول أندر هيريرا جول الهدف الأول مشاهدينا الكرام لمانشستر يونايتد على تشيلسي في ملعب ستانفورد بريدج بالذات بهدف اسباني أندر هيريرا كرة ذهبية كرة خرافية على مستوى يمين دفاع تشيلسي قادمة من بول بول خيم على جماهير تشيلسي وهذه كرة لإيكواين إيكواين أمام البلوز بعد الكرة يلزمها الحسين بولت إيطال بيدرو بيرلا ضربة ركنية كله الحارس لا يمر وما زال إيدن هازار يعدي يوزع وضربة مرمى لفريق مانشستر يونايتد هل سيبقى إيدن هازار في تشيلسي من جورجينو بعد الكرة لكانتي تأمين دفاعي من كريس مارازيتش كوفازيتش هجوم خطير لفريق البلوز رايحة يوزع راشفورد راشفورد يوزع جول شنو هذا؟ شنو هذا يا بوجبا؟ بوجبا في البداية وبوجبا في النهاية والفرقة المانشستراوية صلوا 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 على رسول الله على النبي صلوا صلاتنا توصل